أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم فصلي على محمد أمينك على وحيك ونجيبك من خلقك وصفيك من عبادك إمام الرحمة وقائد الخير ومفتاح البركة كما أدأب نفسه في تبليغ رسالتك وأتعبها بالدعاء إلى ملتك وشغلها بالنصح لأهل دعوتك وهاجر إلى بلاد الغربة ومحل النأي عن موطن رحله وموضع رجله ومسقط رأسه ومأنس نفسه إرادة منه لإعزاز دينك واستنصارا على أهل الكفر بك حتى استتب له ما حاول في أعدائك واستتم له ما دبر في أوليائك فنهدى إليهم مستفتحا بعونك ومتقويا على ضعفه بنصرك فغزاهم في عقر ديارهم وهجم عليهم في بحبوحة قرارهم حتى ظهر أمرك وعلت كلمتك ولو كره المشركون. اللهم فارفعه بما كدح فيك إلى الدرجة العليا من جنتك حتى لا يساوى في منزله ولا يكافئ في مرتبه ولا يوازيه لديك ملك مقرب ولا نبي مرسل. وعرفه في أهله الطاهرين وأمته المؤمنين من حسن الشفاعة أجل ما وعدته يا نافذ العدة يا وافي القول. وعرفه في أهله الطاهرين وأمته المؤمنين من حسن الشفاعة أجل ما وعدته يا نافذ العدة يا وافي القول يا مبدل السيئات بأضعافها من الحسنات إنك ذو الفضل العظيم. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى نشرع في بحث امتناع ونكمل البحث في امتناع اجتماع الأمر والنهي. وقد ذكرنا أنه إذا حصل التضاد والتنافي
بين الأمر والنهي في عالم المبادئ في عالم الملاك إذا حصل التنافي والتضاد في عالم الملاك فإنه يمتنع اجتماع الأمر والنهي، يستحيل اجتماع الأمر والنهي. وإذا حصل التنافي والتضاد في عالم الامتثال وكان المورد غير ممكن الترتب أيضا هنا يمتنع اجتماع الأمر والنهي. وقلنا الكلام في موارد أو في ثلاثة موارد، الأول وحدة المتعلق، وقلنا إذا كان المتعلق واحد وانصب عليه الأمر وانصب عليه النهي، تعلق به الأمر وتعلق به النهي، فهنا القضية مسلمة متفق عليها بامتناع اجتماع الأمر والنهي على متعلق واحد للتنافي والتضاد بين الحكمين التكليفيين الواقعين. يوجد تنافي في عالم هنا يتحقق التنافي في عالم الملاك والتنافي في عالم الامتثال كما في وجه مثال صلي ولا تصلي. المورد الثاني تعدد المتعلق، قلنا إذا تعدد المتعلق فتعلق الأمر بمتعلق والنهي بمتعلق أيضا القضية متفق عليها، فلا إشكال في أن هذه القضية واردة وممكنة أن يكون النهي متعلقا بشيء ويكون الأمر متعلقا بشيء آخر كوجوب الصلاة وحرمة النظر إلى الأجنبية، فكل من الأمرين قد تعلق بشيء أو من الحكمين الأمر تعلق بشيء والحكم الآخر النهي تعلق بشيء آخر تعدد المتعلق. إذن القضية أيضا متفق عليها ولا إشكال في جواز ذلك لعدم وجود التضاد والتنافي لا في عالم الملاك لا في مرحلة الملاك ولا في عالم الامتثال لا في مرحلة الامتثال. إذن عندي المورد الأول وحدة المتعلق وهذا لا خلاف فيها امتناع الأمر والنهي اجتماع الأمر والنهي، والمورد الثاني تعدد المتعلق وهذه لا خلاف فيها في إمكان اجتماع الأمر والنهي لو صح هذا العنوان أو صح عنوان الاجتماع، والمورد الثالث حالتان للبحث ضمن هذه المرحلة تطرح هاتان المرحلتان أو الحالتان. إذن في المرحلة الثالثة لنقل حالات قابلة للنقاش أو حالات مختلف فيها أو حالات وقع البحث فيها أي شيء تريد أن تسميه، نحن نقول حالتان للبحث أو وقع البحث في حالتين. إذن في هذه المرحلة نقول وقع البحث في حالتين، في المورد الثالث وقع البحث في حالتين، وهل أنهما يلحقان أو كل واحدة منها تلحق بالمورد الأول أي بوحدة المتعلق فيمتنع اجتماع الأمر والنهي فيهما، أو تلحق في بالمورد الثاني بتعدد المتعلق فيمكن اجتماع الأمر والنهي. نبحث هاتين المرحلتين أو الحالتين. الحالة الأولى، عندي الحالة الأولى الحكمان الوجوب والحرمة الأمر والنهي يتعلقان بعنوان واحد، وفي الحالة الثانية يتعلقان بعنوانين. الحالة الأولى الحكمان يتعلقان بعنوان واحد، الحالة الثانية الحكمان يتعلقان بعنوانين، لكن ليس مطلق هنا بعنوان واحد وهناك بعنوانين، لأن هذه ترجع إلى المورد الأول والأخرى ترجع إلى المورد الثاني، لكن يوجد قيد هنا وقيد هنا. نقول على نحو في الحالة الأولى الحكمان يتعلقان بعنوان واحد على نحو حكم يتعلق بالطبيعي
العنوان يدل على ماهية لو صح التعبير، يدل على معنون، يدل على معنى، على نحو حكم يتعلق بطبيعي المعنى، والحكم الآخر يتعلق بحصة من المعنى أو بحصة من ذلك الطبيعي. والعنوان واحد كما في مثال الصلاة، العنوان صلاة، الأمر يتعلق بالصلاة والنهي أيضا يتعلق بعنوان الصلاة، لكن الأمر تعلق بعنوان الصلاة بما هو دال على طبيعي الصلاة، صلاة عنوان معنوان طبيعي الصلاة، والنهي تعلق بالصلاة لكن ليس بطبيعي الصلاة وإنما بحصة من الصلاة، الصلاة في الحمام. الآن نقول عندي إذن الأمر تعلق بطبيعي، وأحد الحكمين تعلق بطبيعي والآخر أو بالطبيعي، والآخر تعلق بحصة من الطبيعي، والطبيعي والحصة متحدان ذاتا، والتغاير هو بالإطلاق والتقييد، وهذا خارج الماهية، خارج الذات والذاتيات. فهنا نقول إذا لاحظنا المطلق والمقيد بهذا اللحاظ، نقول الأمر والنهي تعلقا بشيء واحد، ترجع إلى الحالة الأولى إلى المورد الأول فيمتنع اجتماع الأمر والنهي. لكن يوجد قول آخر يقول لا، الأمر تعلق بالطبيعي بلحاظ جهة التغاير وهو الإطلاق، وتعلق بالحصة بلحاظ جهة التغاير وهو التقييد. إذن لحاظ التغاير بين الطبيعي والحصة، الإطلاق والتقييد، وعلى هذا الأساس وبهذا اللحاظ تعلق الأمر والنهي، فإذن تعلقا بشيئين مختلفين متغيرين. وإذن ترجع إلى المورد الثاني تعدد المتعلق، إذن يمكن استماع الأمر والنهي. إذن هل تحل القضية بهذا الطريق؟ بأن نقول إذا لوحظ وحدة أو الوحدة الذاتية للطبيعي والحصة، أو بين الطبيعي والحصة، إذا لوحظت الوحدة الذاتية بين الطبيعي والحصة، فإذن هي ترجع إلى المورد الأول، وأن الحكمين تعلقا بمتعلق واحد فيمتنع اجتماع الأمر والنهي. وإذا كان لحاظ التغاير بالإطلاق والتقييد بين الطبيعي والحصة، فترجع إلى المورد الثاني وهو تعدد المتعلق، فيجوز اجتماع الأمر والنهي. هل هذا هو الحال؟ وهل هذا هو المبنى؟ نقول لا، ليس هذا هو الحل وليس هذا هو المبنى والتفصيل المتصور. إذن ما هو التفصيل؟ نقول التفصيل أو التحقيق، نقول إن ضمن هذه المرحلة كان، نقول إن وجوب الطبيعي يستدعي ويستلزم التخيير العقلي. إذا وجب الطبيعي على نحو صرف الوجود وليس الوجوب، إذا وجب الطبيعي على نحو صرف الوجود والإطلاق البدلي، فهو يستدعي ويستلزم، لو صح التعبير يستدعي لنقل التخيير العقلي بين حصصه أو بين أفراده. إذن يستدعي أو يستلزم التخيير العقلي أين؟ في عالم الامتثال. هذه القضية تحدثنا عنها والمفروض تكون مسلمة. الآن نأتي ونتحدث، نقول إذن عندي هنا ثلاث صور. إذا تصورنا قلنا إذا تعلق الأمر بالطبيعي على نحو صرف الوجود والإطلاق البدلي، فعندي ثلاث صور. الصورة الأولى، الآن نقول حسب المباني، إن قلنا بأن الوجوب وجوب الطبيعي يرجع
إلى وجوبات كما هنا قلنا، أرجعنا التخيير العقلي إلى تخيير الشرعي. هنا نقول الصورة الأولى إرجاع التخيير العقلي إلى التخيير الشرعي، أي إرجاع الوجوب، الوجوب الطبيعي، الوجوب أو وجوب الطبيعي إلى وجوبات مشروطة متعلقة بالحصص. إذن صارت كل حصة هي متعلق للوجوب، ومن ضمن الحصص حصة الصلاة في الحمام، وهذه أيضا تعلق بها الوجوب بناء على الصورة الأولى، وهي حسب الفرض الكلام في اجتماع أمر والنهي، وهي متعلق بها تعلق بالحصة النهي كما في المثال الذي طرح، وهنا تعلق بها الوجوب لأنها حصة من حصص الطبيعي. إذن تعلق الأمر والنهي على متعلق واحد وهو الحصة، حصة الصلاة في الحمام، وهذا مستحيل اجتماع الأمر والنهي في متعلق واحد، أي ترجع إلى المورد الأول وهو وحدة المتعلق، وفيه قلنا استحالة اجتماع الأمر والنهي. الصورة الثانية أيضا قلنا الكلام مبني على أننا نقول بأن الطبيعي أو متفرع على هذا، هذه قضية مسلمة بأن الأمر لا تعلق بالطبيعي، فالتخيير هو تخيير عقلي. نأتي إلى الصورة الثانية. إذن قلنا الصورة الأولى نرجع التخيير العقلي للتخيير الشرعي، أي نرجع وجوب الوجوب، نقول بأن الوجوب المتعلق بالطبيعي ينحل لو صح التعبير إلى وجوبات متعلقة بالحصص، أو يرجع إلى وجوبات متعلقة بالحصص. قلنا هذا ترجع للمورد الأول ومن المتعلق الواحد أو وحدة المتعلق فيمتنع اجتماع الأمر والنهي. نأتي إلى الصورة الثانية نقول لا، لو لم نقل بأن المورد مورد التخيير العقلي يرجع للتخيير الشرعي، أي لم نقل بأن الوجوب بالطبيعي يرجع إلى وجوبات بالحصص المشروطة، نقول لا، لو لم نقل هذا وإنما نقول بأن المكلف الوجوب يبقى بالطبيعي، لكن المكلف عندما يختار الحصة، عندما يختار الحصة يسري الوجوب من الطبيعي إلى هذه الحصة التي اختارها المكلف. فالمكلف عندما يختار الصلاة في الحمام يسري الوجوب من الطبيعي، من وجوب طبيعي الصلاة إلى وجوب الصلاة في الحمام، إلى وجوب هذه الحصة. فأيضا هذه الحصة صارت واجبة بهذا الوجوب الذي سرى من الطبيعي، لأن المكلف قد اختار هذه الحصة وهي محرمة لتعلق النهي بها. إذن أيضا تحقق اجتماع الأمر والنهي في متعلق واحد وهذا مستحيل. إذن ترجع أيضا الصورة الثانية إلى المورد الأول وهو وحدة المتعلق، فيستحيل اجتماع الأمر والنهي. إذن عندي الصورة الأولى امتناع اجتماع الأمر والنهي كما بينا، الصورة الأولى امتناع اجتماع الأمر والنهي، لأن إرجاع أو لنقل بناء على الصورة الأولى كانت بناء مبنية على، أحسن تكون الصورة أوضح، الصورة الأولى بناء على أن الوجوب أن التخيير العقلي يرجع للتخيير الشرعي، وأن الوجوب الطبيعي يرجع إلى وجوبات متعلقة بالحصص، وكل وجوب مشروط بعدم الاتيان بباقي الحصص، وهذه قلنا يستحيل اجتماع الأمر والنهي فيها. والحالة الثانية أو الصورة الثانية أن قلنا بأن الوجوب هو وجوب بالطبيعي ولا يرجع إلى وجوبات مشروطة بالحصص، وإنما هو وجوب بالطبيعي، لكن المكلف عندما يختار الحصة يسر الوجوب إلى هذه الحصة التي اختارها المكلف. هنا قلنا أيضا ترجع إلى وحدة المتعلق فيستحيل اجتماع الأمر والنهي. الصورة الثالثة إن قلنا بأن الوجوب هو وجوب واحد يتعلق بالطبيعي ولا يسري إلى الحصص، يتعلق بالطبيعي ولا يرجع لو صح التعبير إلى وجوبات، ولا ينحل إلى وجوبات مشروطة بالحصص، ولا يسري إلى الحصة التي يختارها المكلف، التي يختارها المكلف، يبقى متوقف على وجوب الطبيعي. فهنا عندما
يختار المكلف الصلاة في الحمام، نقول هل هي حصة قد تعلق بها الوجوب المشروط؟ نقول لا، لأن الصورة الثالثة هي خلاف هذا الأمر، هي قلنا الصورة الثالثة الوجوب متوقف على الطبيعة، إذن هو لا يرجع إلى وجوبات بالحمام. هل يسري إليها وجوب؟ نقول لا، لأن هذه الصورة الثالثة مبنية على أن الوجوب متوقف على الطبيعة، لا يسري إلى باقي الحصص، كما أن هذا الوجوب لا ينحل إلى وجوبات تتعلق بالحصص. إذن هذه غير مأمور بها، وهذه غير محبوبة فعلا لو صح التعبير، أي لم يتعلق بها الملاك ولم يتعلق بها الوجوب. إذن ممكن يتعلق بها النهي، ممكن أن يتعلق بها الكراهة والبغض، نقول نعم ممكن. إذن هذه الحصة، حصة صلاة العمام، تكون منهيا عنها أو تكون محرمة ضمن هذه الخصوصية الأثناء في مقام الحديث في الجانب الفقهي والحكم الشرعي في هذا. إذن الحال يكون بهذه الصورة. إذن الكلام نحن في الحالة الأولى التي وقع البحث فيها، وهي حالة تعلق الأمر والنهي بعنوان واحد، لكن العنوان مرة في أحد الحكمين يدل على الطبيعي فيتعلق الحكم الأول بالطبيعي، والثاني العنوان يدل على الحصة فيتعلق الحكم بالحصة، أي إذا تعلق الحكم بالطبيعي والحكم الآخر تعلق بحصة من الطبيعي، فما هو الحل هنا؟ قلنا هنا نقول عندي ثلاث صور، بناء على أن الوجوب ينحل إلى وجوبات بالحصاص مشروطة، إلى وجوبات مشروطة بالحصاص، هنا يكون وحدة متعلق ترجع إلى المورد الأول فيستحي اجتماع الأمر. وإذا قلنا بأن الوجوب يسري إلى الحصة التي اختارها المكلف، أيضا هنا نقول هذا يرجع إلى المورد الأول وحدة المتعلق ويستحي اجتماع الأمر والنهي. وإذا قلنا لا، بأن الوجوب يتوقف على الجامع لا يسري ولا ينحل إلى وجوبات، فهنا نقول ممكن، فممكن أن يتعلق النهي بهذه الحصة، لنقول ممكن أن يجتمع الأمر والنهي في هذا المورد، أي على الطبيعي وعلى الحصة، لأنه لا محظور في هذا الأمر، فليكون الحصة منهيا عنها. هذه الحالة الأولى انتهينا منها وتحدثنا عنها بالأمس. الحالة الثانية قلنا عندي حكمان يتعلقان هنا بعنوانين، لكن أين الإشكال؟ الإشكال أن العنوانين يجتمعان على شيء واحد في الخارج، عندما يمتثل المكلف يصدق على هذا الفعل الذي أتى به، يصدق عليه العنوان الأول ويصدق عليه العنوان الثاني، كما في مثال الغصب والصلاة، صلي ولا تغصب، صلى في مكان مغصوب، فيصدق على فعله الصلاة ويصدق على فعله الغصبية، فهنا هل يمكن أن يجتمع الأمر والنهي في هذا المورد؟ إذن عندي الحالة الثانية، الحكمان وجوب وحرمة، الأمر والنهي يتعلقان بعنوانين على نحو حكم، أو الأمر يتعلق بعنوان والحكم أو النهي الآخر، حكم الآخر والنهي يتعلق بعنوان آخر. مثال حتى نذكر القيد ضمن المثال، الوجوب الأمر يتعلق بالصلاة صلي، والحرمة النهي تتعلق بالغصب لا تغصب، فإذا صلى المكلف في مكان مغصوب، هذه صلى في مكان مغصوب، كان ما وقع منه باعتباره صلاة مصداقا للواجب، فالأمر متعلق بالصلاة، وكان ما وقع منه باعتباره غصبا فهو مصداق للحرمة، والنهي هو متعلق بالغصب. إذن عندي أمر ونهي تعلق بعنوانين، لكن لنقول هنا بتوسط العنوانين نقول تعلق بشيء واحد، بشيء بفعل خارجي واحد، نقول هل يكفي تغاير العنوانين في إمكان اجتماع الأمر والنهي في مثل هذه الحالة الثانية؟ هل يكفي تغاير العنوانين في اجتماع الأمر والنهي على شيء واحد، على فعل خارجي واحد؟ نقول الجواب يوجد أقوال كما بينا بالأمس، عندي قول أول وقول ثاني وقول ثالث، أو عندي قولان، قول إمكان الاجتماع والقول الثاني امتناع الاجتماع أو يستحيل الاجتماع،
القول الأول إمكان اجتماع فيه أليف وباء، والقول الثاني فيه قول واحد ليس فيه تفريق. إذن النتيجة أليف وباء وقول ثاني، إذن عندي ثلاثة أقوال. القول الأول إمكان الاجتماع، والقول الثاني أيضا إمكان الاجتماع، والقول الثالث يستحيل الاجتماع. وقلنا القول الأول والثاني يرجعان إلى إمكان الاجتماع، والقول الثالث هو استحالة الاجتماع. أي شيء تريد أن تقسمه؟ نقول القول الأول إمكان الاجتماع، وهذا إمكان الاجتماع بناء على أي شيء نسجل لو صح التعبير إمكان الاجتماع، وبين قوسين بناء على أي نقصد به إمكان الاجتماع بين قوسين الأحكام تتعلق بالعناوين. القول الثاني سيكون أيضا إمكان الاجتماع، وبين قوسين نسجل تعدد العنوان يكشف تعدد المعنون أو تعدد الفعل الخارجي. والقول الثالث استحالة الاجتماع أو امتناع الاجتماع. والكلام لا ننسى حتى لا يفوت الأمر، الكلام في الحالة الثانية وتعلق الحكم بعنوانين، لكن العنوانين يجتمعان في شيء واحد بالخارج وينطبقان ويصدقان على شيء واحد في الخارج، كمثال الصلاة والغصبية وصل المكلف في مكان مخصوب فيصدق عليه بلحاظ الصلاة أنه صلاة وأمر، ويصدق بلحاظ أو امتثال للأمر ويصدق عليه بأنه غصب وهو منهي عنه. نأتي إلى القول الأول، قلنا إمكان الاجتماع الأحكام تتعلق بالعناوين. إذن القول الأول نقول بناء على واضح هو من القول من العنوان إمكان الاجتماع الأحكام تعلق بالعناوين، واضح الشرح لو صح التعبير والبيان. نقول بناء على أن الأحكام تتعلق بالعناوين ليس لها بالعلاقة علاقة لو صح التعبير بالمعنونات أو بالأشياء الخارجية، فإذن هذه الحالة ترجع إلى المورد الثاني وهو تعدد المتعلق، لأن عندي عنوان صلاة في المثال وعندي عنوان غصب، تعدد المتعلق أو لم يتعدد، تعلق الأمر بالصلاة وتعلق النهي بالغصب وتعلق النهي بالغصب. إذن تعدد المتعلق، إذن ممكن اجتماع الأمر والنهي، واضحة هذه، إذن لا محذور في اجتماع الأمر والنهي. إذن نقول في القول الأول بناء على أن الأحكام تتعلق بالعناوين لا بالأشياء الخارجية، لا محذور في اجتماع الأمر والنهي، أو نقول لا محذور في اجتماع الأمر والنهي لأننا نبنيه حسب هذا القول الأول، لأن البناء على أن الأحكام تتعلق بالعناوين لا بالأشياء الخارجية، فبحسب العناوين تكون أو يكون متعلق الأمر مغايرا لمتعلق النهي. أما الشيء الخارجي الذي تصادق عليه العنوانان وهو وإن كان واحدا ولكن الأحكام لا تتعلق به مباشرة، وعليه لا محذور في اجتماع الأمر والنهي عليه بتوسط عنوانين، أي لا محذور في اجتماع الأمر والنهي على الشيء الخارجي الواحد بتوسط العنوانين، لأن الأحكام تتعلق بالعناوين حسب القول الأول. نأتي إلى القول الثاني، أيضا إمكان الاجتماع، وقلنا نسجل بين قوسين تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون، أيضا هذه القضية واضحة. نقول لا محذور في اجتماع الأمر والنهي كما قلنا في القول الأول. لماذا؟ بناء على أن أو لأننا نبني على أن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون، فكما أن العناوين متعددة فالمصادق متعددة أيضا، لكن لقصور فينا نحن لا نستطيع أن نميز بين الفعلين وبين الشيئين الخارجيين. قصور فينا نحن نرى بأن الصلاة في المكان المخصوب هي فعل واحد، وإنما بالحقيقة هي عبارة عن فعلين وعبارة عن شيئين. فإذا لا نحتاج إلى القول الأول لنقول، حتى لو لم نقل بأن الأحكام تتعلق بالعناوين، حتى لو قلنا بأن الأحكام تتعلق بالمعنونات بالأشياء الخارجية، نقول حتى لو قلنا بهذا فنقول بأن تعدد العنوان بناء على القول الثاني، فنقول بأن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون، فعندي في الخارج فعلان، عندي في الخارج فعلان وليس فعل واحد، فإذا تعلق بهذا الفعل الأمر بفعل الصلاة وتعلق النهي بفعل الغصبية، لكن نحن لا نستطيع لقصور فينا لا نستطيع أن نميز بين الفعلين وتشابك لو صح التعبير وتداخل الفعلان، فلم نستطع أن نميز بينهما لقصور فينا.
نحن لا نستطيع أن نميز، وإنما بالحقيقة هو يوجد تمييز ويكشف عن التمييز هو تعدد العنوان. هذا القول الثاني. القول الثالث يقول لا، يمتنع اجتماع الأمر والنهي. لماذا؟ عليه أن يبطل القول الأول ومبنى القول الأول أو دليل القول الأول، وعليه أن يبطل القول الثاني ومبنى الدليل الثاني أو دليل القول الثاني. نقول القول الثالث يمتنع الاجتماع، يمتنع اجتماع الأمر والنهي، لأن تعدد العنوان لا يكشف عن تعدد المعنون، وما أكثر العناوين المنتزعة المتعددة من أشياء من شيء واحد، لأن العناوين المتعددة قد تنتزع عن شيء واحد في الخارج. ولأن تعدد العنوان لا يكفي في اجتماع الأمر، ولأن تعدد العنوان لا يكفي في اجتماع الأمر والنهي. لماذا؟ لأن العنوان لم يؤخذ بما هو عنوان، لاحظ، حتى نقول متوقف الأحكام متعلق الأحكام بالعناوين ولا علاقة لها بالأشياء الخارجية، وإنما العنوان أخذ بما هو مرآة إلى الخارج. أيضا كل شيء قابل للنقاش حتى هذا القول الثالث، لكن مجرد من هذه المرحلة نريد أن نبين ونرد على ذلك القول. نقول أن الأحكام تتعلق بالعناوين باعتبارها، أي باعتبار العناوين مرآة للخارج، لا بما هي مفاهيم مستقلة في الذهن. طبعا بما هي مرآة للخارج طبعا أيضا فيها نقاش، هل الشيء الخارج داخل بهذا الشيء أو لا. ننظر للعنوان ليس بما هو صورة ذهنية، صورة ذهنية للصلاة، وإنما بما هو صلاة تشير إلى الخارج، الخارج غير داخل لو صح التعبير بالصورة الذهنية ومتعلق الحكم. هذا نقاش يأتي إن شاء الله في مراحل لاحقة. إذن نقول القول الثالث أيضا نطرحه بشكل مقدمات كما طرحنا هناك. نقول أولا يمتنع اجتماع الأمر والنهي، الخطوة الأولى. الخطوة الثانية لأن أو المقدمة الثانية لأن تعدد العنوان لا يكشف عن تعدد المعنون، لأن العناوين المتعددة قد تنتزع من عن شيء واحد في الخارج. ثالثا ولأن تعدد العنوان لا يكفي في اجتماع الأمر والنهي. رابعا فإن الأحكام تتعلق بالعناوين باعتبارها، أي باعتبار عناوين مرآة للخارج، لا بما هي مفاهيم مستقلة في الذهن. خامسا ولكي يرتفع التنافي بين الأمر والنهي فلا بد أن يتعدد الخارج، ليس فقط يتعدد العنوان وإنما يتعدد الخارج أيضا. لكن التالي باطل، الخارج غير متعدد حسب الفرض، لكن التالي باطل. من أين أعرف أنه التالي أمامي أرى أنا عمل واحد وفعل واحد، لكن التالي باطل، أي أن تعدد الخارج باطل. إذن المقدم يرتفع التنافي بين أمر ونهي باطل أيضا، إذن لا يرتفع التنافي، فيثبت بطلان المقدمة، يثبت عدم ارتفاع التنافي، فيثبت امتناع اجتماع الأمر والنهي. إذن يثبت عدم ارتفاع التنافي بين الأمر والنهي، إذن يثبت وجود تنافي، إذن يثبت امتناع اجتماع الأمر والنهي. هذا هو القول الثالث. نأتي إلى ثمرة البحث. ما هي الثمرة من بحث اجتماع الأمر والنهي؟ نقول يوجد ثمرة، نطرح الثمرة بفرعين أليف وباء، وهي ثمرة واحدة ضمن هذه المرحلة. نقول على القول بامتناع الاجتماع، بامتناع الاجتماع الأمر والنهي، إذا أخذنا وبنينا وأثبتنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي، امتناع اجتماع الأمر والنهي على متعلق واحد أو في هذه الحالات، نحن متى عندي يحصل الامتناع؟ يحصل الامتناع في المورد الأول، هذا مسلم عندما يكون متعلق واحد، ويحصل الامتناع عندي على بعض المباني في المورد الثالث، أما في الحالة الأولى أو في الحالة الثانية. نقول على القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي، ولنرجع إلى مثال الغصبية والصلاة، نقول على القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي، فعندي الصلاة وعندي الغصب، هذا أمر بالصلاة وهذا أمر وهذا نهي عن الغصبية. فإذا قلنا يجتمع امتناع الأمر اجتماع الأمر والنهي، أي امتناع جعل كما بينا، امتناع جعل أمر ونهي في هذا المورد أو في ذاك المورد أو في هذا الحالة أو في تلك الحالة، نقول فعلى القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي فإنه يقع، لاحظ، نقول لا يمكن أن المولى، لا يمكن ولا
يصدر من المولى ولا يصدر من المولى، جعلان، جعل بالأمر وجعل بالنهي بحيث يتحقق الامتناع ويتحقق التضاد وتتحقق الاستحالة. لا يمكن هذا الشيء، يستحيل أن يصدر منه هذا الشيء، فيمتنع أن يجعل المولى الأمر ويجعل النهي على متعلق واحد، أو في الحالة التي بيناها الأولى أو الحالة الثانية إذا قلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي. لماذا؟ إذن لا يستطيع المولى أو لا يمكن أن يجعل المولى الجعلين، إذن يحصل تعارض بين الدليلين بين الجعلين، فإذن يرجع إذا صدر أمر بصلي ولا تصلي، وهذه واضحة بالامتناع، إذا صدر أمر بصلي ولا تصلي في الحمام وقلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي، أو إذا صدر أمر بصلي ولا تغصب وقلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي أيضا في هذه الحالة، فهنا نقول إذن لا يمكن أن يصدر أو يستحيل على المولى أن يصدر جعلين، لا في مورد صلي ولا تصلي، ولا في مورد صلي ولا تصلي في الحمام، ولا في مورد صلي ولا تغسل، بناء قلنا نقول بناء على امتناع الأمر اجتماع الأمر والنهي. إذن لا يمكن أن يجعل جعلين، إذن عندي المفروض يثبت عندي جعل واحد والآخر غير صحيح، وهنا أقول يقع التعارض بين الدليلين، فيرجع أو نرجع بالدليلين إلى حالات التعارض، وهناك نقول كيف نرجع أحد الدليلين على الآخر أو ما هو علاج التعارض، نرجع فيه إلى حالات التعارض. إذن على القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي فإنه يقع التعارض بين دليل الأمر ودليل النهي، لأن الأخذ بإطلاق الدليلين مع معناه اجتماع الأمر والنهي، طبعا في الحصة في صلي لا تصلي في الصلاة نفسها، في صلي ولا تصلي في الحمام في الحصة في حصة الصلاة في الحمام، وفي صلي ولا تغصب في هذه الحصة وهذا الفرد الذي وقع وهو الصلاة في المكان المقصود، وعليه يجب أن يعالج هذا التعارض بين الدليلين وفقا للقواعد العامة للتعارض، ترجع إلى حالات التعارض بين الأدلة وتعالج وفق تلك المعالجات. هذا أليف قلنا على القول بامتناع الأمر اجتماع الأمر والنهي، فإن الحالات التي طرحت ترجع إلى حالات التعارض بين الدليلين، فنعالج الدليلين في معالجات أو ضمن معالجات التعارض بين الأدلة. أما إذا قلنا بإمكان اجتماع الأمر والنهي، أي بإمكان أن يصدر المولى جعل ويصدر جعل آخر، جعل بيصلي وجعل لا تصلي، هذه قلنا ولو أنها متفق عليها، وبإمكان أن يصدر صلي ولا تصلي بالحمام، وبإمكان أن يصدر صلي ولا تغسل، ممكن أن يصدر، لا أشكال حتى في حالة الإطلاق واجتماع الأمر والنهي على هذه الحصة وعلى تلك الحصة وعلى هذا الفعل وعلى ذاك الفعل، فلا أشكال في هذا، نقول بإمكان اجتماع الأمر والنهي. فهذه الحالة ترجع الآن ليس إلى تعارض الأدلة حتى نقول لا يمكن أن يصدر ولا يمكن أن يجعل المولى الجعلين، فإذا واحد منهم صحيح وثابت والآخر باطل ولا يمكن أن يصدر الثاني لاستلزامي الاستحالة، فإذا نقول لا ترجع إلى الحالة، وإنما ترجع إلى التزاحم، باب التزاحم مثل، وتعالج هناك، وما هي حالات التزاحم. إذن على القول بإمكان اجتماع الأمر والنهي فإننا نأخذ بإطلاق الدليل المعن بدون محذور، أي لنقول الآن لا نريد أن ندخل بالتزاحم وفي غيره من العناوين، نقول أنه لا تعارض بين الدليلين، إذن لا ترجع المسألة إلى حالات التعارض ولا إلى العلاج ضمن حالات التعارض. إذن على القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي فإن الدليلين يرجعان إلى حالات التعارض ويعالج ضمن حالات معالجات التعارض، وإذا قلنا بإمكان اجتماع الأمر والنهي فلا أشكال في هذا الأمر ولا أشكال في إصدار الدليلين، ولا ترجع القضية إلى حالات التعارض. إذن نقرأ الآن، نقول امتناع اجتماع الأمر والنهي. قال السيد محمد باقر الصدر قدس بنفسه الزكية، قال لا شك في التنافي، هذا وحدة المتعلق الذي سجلناه المورد الأول، كأنما وحدة المتعلق، لا شك في التنافي والتضاد بين الأحكام التكليفية الواقعية كما تقدم، وهذا التنافي إنما يتحقق هذا إذا كان المتعلق واحدا، هذا وحدة المتعلق، فوجوب الصلاة ينافي حرمة الصلاة، صلي ولا تصلي. يقول ولا ينافي، هنا ولا ينافي سجل المورد الثاني وهو تعدد المتعلق، ولا ينافي، من هو الذي لا ينافي، ما هو الذي لا ينافي وجوب الصلاة، ولا ينافي وجوب الصلاة حرمة النظر إلى الأجنبية، وجوب الصلاة لا ينافي حرمة النظر إلى الأجنبية، هذا تعدد المتعلق، هذا المورد الثاني.
لأن الصلاة والنظر إلى الأجنبية أمران متغايران، وإن كان قد يوجدان في وقت واحد في موقف واحد، فلا محذور في أن يكون أحدهما حراما والآخر واجبا. هذا انتهينا منه. ولا نريد أن ندخل، لا تشتبه بأن تقول يصلي وينظر إلى المرأة الأجنبية، فهذا الفعل النظر هو ليس جزء من الصلاة وليس من ماهية الصلاة. لا يوجد اقرأ شروط الصلاة وأركان الصلاة وإجزاء الصلاة. أو موانع الصلاة، وفي مثال الغصبية هي الحركة وقوفة في هذا المكان، الحركة المعينة التي هي جزء من الصلاة، القيام في الصلاة لو صح التعبير، القيام في الصلاة هو جزء من الصلاة، والقيام هو أيضا فعل من أفعال، وهو فعل من أفعال الغصبية، وهو غصب لأنه واقف في مكان مغصوب، قائم في مكان مغصوب لو صح التعبير. السجود هو جزء من الصلاة، والسجود هو تصرف بالمغصوب، فقط مجرد تريد أن تفرق بين يصلي وينظر إلى الأجنبية ويصلي في مكان مغصوب، فقط مجرد التقريب الآن، وإن شاء الله التفصيل يأتي في مراحل لاحقة بعد بقية الحياة. وهناك حالتان، هنا هذه المورد الثالث، وهناك حالتان يقع البحث بأنهما هل تلحقان بفرض وحدة المتعلق أو لا، هل تلحق بالمورد الأول أو بالمورد الثاني. نقول الحالة الأولى، إذا وقع البحث فيها، الحالة الأولى هذه التي قلنا عندي وحدة متعلق لكن وحدة عنوان، لكن عنوان مرة يتعلق يدل على الطبيعي ومرة أخرى على حصة من الطبيعي. الحالة الأولى فيما إذا كان الوجوب متعلقا بالطبيعي على نحو صرف الوجود والإطلاق البدلي، والحرمة متعلقة بحصة أو متعلقة. إذا كان الوجوب متعلقا بالطبيعي على نحو صرف الوجود والإطلاق البدلي، والحرمة متعلقة بحصة من حصص ذلك الطبيعي، كما في صلي ولا تصلي في الحمام مثلا، فإن إذا صلي ولا تصلي في الحمام، فإن الحصة والطبيعي، هنا نفرع نقول أليف وباء، فإن الحصة والطبيعي، هذا بصورة عامة نقول الحال لنقول، أو ممكن أن تحل القضية وترجع إلى هذا الأمر إلى أليف وباء. والطبيعي أليف باعتبار الحصة، والطبيعي أليف باعتبار وحدتهما الذاتية. قد يقال إن المتعلق واحد، لاحظ قد يقال إن المتعلق واحد، فيستحيل أن يتعلق الوجوب بالطبيعي والحرمة بالحصة. إذن الأليف باعتبار الوحدة الذاتية للطبيعي والحصة. قد يقال إن المتعلق واحد، فيستحيل أن يتعلق الوجوب بالطبيعي والحرمة بالحصة، لأنها ترجع للمورد الأول وهو المتعلق الواحد، فيمتنع اجتماع الأمر والنهي، ويستحي اجتماع الأمر والنهي. باء وباعتبار تغايرهم، باعتبار تغايرهما، ملاحظة التغاير بين الحصة والطبيعي بالإطلاق والتقييد، قد يقال بأنه لا محذور في وجوب الطبيعي، لا محذور في وجوب الطبيعي وحرمة الحصة، إذن لأنه لا يتحقق الاجتماع في متعلق واحد، أي ترجع إلى المورد الثاني إلى تعدد المتعلق. يقول لكن التحقيق لا ترجع القضية إلى هذين الأمرين، لا، وإنما ترجع إلى الصور التي بيناها. يقول والتحقيق أن وجوب الطبيعي يستدعي التغيير العقلي في مقام الامتثال بين حصصه. نقول أولا، أو الصورة الأولى، فإن قلنا بأن هذا الوجوب المتعلق بالطبيعي مرده إلى وجوبات مشروطة للحصص، وينحل إلى وجوبات مشروطة بالحصص لو صح التعبير، فالصلاة في الحمام إذن باعتبارها حصة من الطبيعي تكون متعلق لوجوب خاص، باعتبارها حصة من الطبيعي متعلق، فهي متعلق لوجوب خاص مشروط، فلو تعلقت بها الحرمة أيضا لزم اجتماع الحكمين متنافين على متعلق واحد، فهذا مستحيل. ثانيا، الصورة الثانية، وإن أنكرنا إرجاع وجوب الطبيعي إلى وجوبات مشروطة، أنكرنا الصورة الأولى، ولكن قلنا إن الحصة التي يختارها المكلف في مقام امتثاله يسري، ضع خطا تحت يسري، يسري إليه الوجوب،
أو على الأقل تسري إليها مبادئ الوجوب وهي الإرادة لنقول أو الحب الشوق، تسري إليها مبادئ الوجوب من الحب والإرادة وتقع على صفة المحبوبية هذه الحصة، لأن الوجوب يسري إليها أو المحبوبية تسري إليها. فأيضا لا يمكن أن نفترض حين التعلق الحرمة بالحصة، إذ في حالة إيقاعها في الخارج يلزم أن تكون محبوبة، لأن يعني إذا لم تكن نقول مأمور بها ومنهي تكون مأمورا بها ومنهيا عنها، ستكون محبوبة من جهة باعتبار الحب سرى إليها، وتكون مبغوضة باعتبار النهي تعلق بها. فإذا صار التنافي في عالم الملاك في الإرادة بين الحب والبغض والكراهة. إذا يلزم أن تكون محبوبة ومبغوضة في وقت واحد وهو مستحيل. السورة الثالثة، أما إذا قلنا بأن الوجوب، لأن الوجوب وجوب واحد متعلق بالجامع ولا يسري إلى الحصص، لاحظ ضع خطا متعلق بالجامع ولا يسري، ضع خطا تحت لا يسري أي يتوقف على الجامع ولا يسري إلى الحصص، وأيضا نقول وأن الحصة التي تقع خارجا منه لا تكون متعلقا للوجوب ولا لمبادئه. إذن وإن قلنا وأما إذا قلنا بأن الوجوب وجوب واحد متعلق بالجامع ولا يسري إلى الحصص، هنا أكتب فوق لا يسري، لا يسري أو لا ينحل إلى الحصص، لا يرجع إلى الحصص ولا ينحل إلى حصص ولا يسري إلى الحصة التي اختارها المكلف، تكون العبارة أدق. إذن وإن قلنا إذا قلنا بأن الوجوب وجوب واحد متعلق بالجامع ولا يسري إلى الحصص، تكتب فوق لا يسري تقول ولا ينحل إلى الحصص أي ندفع الصورة الأولى، وأن الحصة التي تقع خارجا منه لا تكون متعلقا للوجوب أي لا يسري إليها الوجوب، ندفع الوجه الثاني أو القول الثاني، ولا لمبادئه ولا يسري إليها الحب، ولا تكون ما تعلقا لمبادئه إلى الحب والإرادة، وإنما هي مصداق للواجب ومصداق للمحبوب، وإنما هي مصداق للواجب والمحبوب وليست هي الواجب أو المحبوب. يقول فلا محذورة في أن يتعلق، فلا محذورة في أن يتعلق الأمر بالجامع على نحو صرف الوجود ويتعلق النهي بحصة، لا إشكال، لأن الوجوب لا يسري إلى هذه الحصة، فإذا الحصة لا هي واجبة، لم يسري إليه الوجوب ولم يسري إليه الحب، إنما هي مصداق للوجوب والحب، وتعلق بها النهي ممكن أن يتعلق بها النهي، إذا لا محذور في هذا. ثم إذا تجاوزنا هذا البحث وافترضنا الاستحالة، قلنا هذا يستحيل في هذه الحالة، هل ممكن أن نعطي صورة أخرى وحالة أخرى نبين فيها أو قيد آخر أو صفة أخرى لنقل أو خاصية أخرى ندفع فيها الاستحالة؟ هذه نأتي للحالة الثانية. نقول ثم إذا تجاوزنا هذا البحث وافترضنا الاستحالة ضمن هذه في هذه الحالة الأولى، فبالإمكان، فهل بالإمكان أيه؟ فهل بالإمكان أن ندخل عنصرا آخر أو صفة أخرى؟ فبالإمكان ثم إذا تجاوزنا هذا البحث وافترضنا الاستحالة، فبالإمكان أن ندخل عنصرا جديدا لنرى أن الاستحالة هل ترتفع بذلك بإدخال ذلك العنصر أو لا؟ فنحن حتى الآن كنا نفترض أن الأمر والنهي يتعلقان بعنوان واحد وهو الصلاة، غير أن الأمر متعلق بالطبيعي والنهي متعلق بالحصة، والآن نفترض الحالة الثانية وهو تعدد العنوان لكن الاشتراك سيكون في شيء خارجي، وطبعا في الصلاة أيضا يشتركان بشيء خارجي، في الصلاة في الحمام هي صلاة، وهنا نقول لا سنعدد العنوان والشيء الخارجي والفعل الخارجي هو واحد. فنأتي إلى الحالة الثانية، ألا يكون النهي المتعلق بالحصة متعلقا بها بنفس العنوان الذي تعلق بها الأمر وهو الصلاة في المثال، بل بعنوان آخر كما في صلي ولا تغسل، فإذا صلى في مكان مغصوب كان ما وقع منه باعتباره صلاة مصداقا للواجب، وما وقع منه باعتباره غصبا حراما. إذن هنا مصداق للواجب فهو أمر، وهنا مصداق للغصب فهو حرام وهو نهي، منهي عن المأمور به ومنهي عنه، أي أن له عنوانين والأمر متعلق بأحدهما بالصلاة والنهي متعلق بالآخر وهو الغصب، فهل يكفي تغاير العنوانين في إمكان التوفيق بين الأمر بالصلاة والنهي عن الغصب وتصادقهما على الصلاة في المغصوب أو لا؟ يقول هنا عندي قول أول وقول ثاني وقول ثالث. القول الأول هنا، أولا فقد يقال بأن ذلك يكفي، أي يمكن اجتماع الأمر والنهي، لأن الأحكام تتعلق بالعناوين، هذا قلنا القول الأول إمكان اجتماع الأمر والنهي
بين قوسين الأحكام تتعلق بالعناوين لا بالأشياء الخارجية. فقد يقال بأن ذلك يكفي لأن الأحكام تتعلق بالعناوين لا بالأشياء الخارجية مباشرة، وبحسب العناوين يكون متعلق الأمر مغايرا لمتعلق النهي. وأما الشيء الخارجي الذي تصادق عليه العنوانان فهو وإن كان واحدا ولكن الأحكام لا تتعلق به مباشرة، فلا محذور في استماع الأمر والنهي عليه بتوسط عنوانين. انتهى القول الأول. القول الثاني أيضا بالإمكان، لكن من أين حصل الإمكان؟ يقول لأن تعدد عنوان يكشف عن تعدد العنوانين والقصور فينا نحن لا نميز بين الفعلين. نقول بل هناك من يدعي بأن تعدد العنوان يكشف عن تعدد الشيء الخارجي أيضا، فكما أن الغصب غير الصلاة عنوانا كذلك هو كذلك كما أن الغصب غير الصلاة عنوانا كذلك عنوانا كذلك غيرها مصداقا، وإن كان المصداقان متشابكين وغير متميزين خارجا نحن لا نستطيع أن نميز، ولكن في الحقيقة هما عنوانان. فيكون الجواز لو صح هذا أوضح، هنا تكون الجواز أوضح من ذلك. طبعا يوجد عنوانان هنا ويوجد معنوانان أيضا، فالقضية أوضح بجواز اجتماع الأمر والنهي. نأتي ثالثا القول الثالث امتناع اجتماع الأمر والنهي أو استحالة اجتماع الأمر والنهي. وقد يقال بأن تعدد العنوان لا يكفي لأن العناوين أي بأن تعدد العنوان لا يكفي في أي شيء، لا يكفي في تعدد المعنون أو لا يكفي الآن في اجتماع الأمر والنهي، تكون صورة عام حتى ندفع القول الأول. يقول بأن تعدد العنوان لا يكفي لأن العنوان إنما تعلق بالأحكام باعتبارها مرآة للخارج لا بما هي مفاهيم مستقلة بالذهن، حتى نقول تتوقف الأحكام على العناوين وتتعلق بالعناوين ولا علاقة للخارج بها، لا نقول بأن العناوين أخذت بما هي مرآة للخارج، فالخارج له مدخلية بالمتعلق وله مدخلية إذن الحكم بتعلقه بالمتعلق بما هو مرآة للخارج، فالخارج له مدخلية في الأمر وفي الحكم وفي الجعل. نقول وإنما تعلق تتعلق وقد يقال هذا ثالثا بأن تعدد العنوان لا يكفي لأن العناوين إنما تتعلق بها الأحكام باعتبارها باعتبار الأحكام أو العناوين عفوا باعتبار عناوين مرآة للخارج لا بما هي مفاهيم مستقلة في الذهن. فلكي يرتفع التنافي بين الأمر والنهي لا بد أن يتعدد الخارج، إذن لا بد أن يتعدد الخارج حتى نقول بتعدد المتعلق حتى ترجع إلى المورد الثاني. نقول إذن وماذا تقول في قضية تعدد العنوان يكشف تعدد المعنون يدفع هذا الشيء الثاني؟ يقول لا، وهذه لا تكشف ولا يمكن أن نبرهن على تعدد المعنون أو تعدد الخارج عن طريق تعدد العنوان، لأن العناوين المتعددة قد تنتزع عن شيء واحد في الخارج، فلا يمكن أن نقول بأن الشيء الخارجي ما دام تعدد العنوان إذن المعنون أو الخارج يتعدد، هذا غير ثابت. نأتي هنا نسجل أيضا الثمرة، ثمرة البحث، وثمرة هذا البحث واضحة، فإنه على القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي يقع التعارض حتما بين دليل الأمر ودليل النهي، يقع التعارض فترجع المسألة ويرجع الدليلان إلى باب التعارض، لأن الأخذ بالإطلاق الدليلين معا معناه اجتماع الأمر والنهي وهو مستحيل بحسب الفار، ويجب أن يعالج هذا التعارض بين الدليلين، يعالج هذا التعارض بين الدليلين وفقا للقواعد العام من التعارض. وخلافا لذلك إذا قلنا بالجواز أو بإمكان اجتماع الأمر والنهي فإننا نأخذ حينئذ بإطلاق الدليلين معا بدون محذور، أي لا ترجع المسألة إلى باب التعارض. هذه ثمرة البحث في اجتماع الأمر والنهي. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.